صار في عنا تخوف كتير، يعني مثلا بالشام عم يضربوا نقاط الايرانيين، هون عم يصير رد من الايرانيين بمسيرات على نقاط امريكيه. فهون اللي عم نلاحظ كشعب انه هل الصراع اللي حصل في فلسطين عم يمتد من الشام لهون. فلما يدخل روجافا الشعب صار في عنده تخوف كتير. الشعب من شو عم يتخوف؟ انه يمتد هالصراع، باعتبار الامريكان عنده نقاط كتيره هون بروجافا، يمتد الصراع لصراع بري، صراع بري او حرب شوارع ضمن روجافا. وكان جمع انا مترسيه لسر هريمه، وكان بيجن هريمه باكوري سوري تشيدي بي جبرغو شري نابرا امريكا وايرانيا دي دشبو غزه فلسطيني براسي قال لك تاثير ويل سر وباندور كل سر منطقه الجول حيك مثلا امريكي القاعده ايرانيا دخن والايراني داويجن قاعده امريكا قال لك مترسيجي لالي فيدك تشيربي لالي باكوري سوري مترسين برج ناف ملاد جي تشيبو يجبرشي يعني تن شر خول فيدك صافي ديكن شر خول فيدك صافي ديكن تاثير ويناجي وقت بيجي الملاد لملت الحرصازية خدمي جيتي براسي بتايبة جيانا الكويدة كي لالية ملا ديرا زوري جيهن كي آسي بيلويدة كي جيهن كي داوين هاف لالية مثلا بيجن خطا دير كي يعني داوين بطيارة مسير بقوة عزماني قال لك مثلا بيجن مطرسي شي بوي هم بهيفي نجي دي اف تشي دي شي بوي تاثيره وقت بيجي اد فلسطيني نجي الهريمي باكوري رجلات السوري وآراء وإحساس الشعب في هذه المنطقة تتساءل إلى أين احنا وصلنا، إلى أين احنا ذاهبون، ما هي الصراعات التي أتت من خلف الحدود عن طريق الدول الغربية في مناطقنا، لماذا تتم تصفية الحسابات في مناطقنا؟ هذا السؤال في عدة مناطق في شمال وشرق سوريا.